هذا الفن هو العازي، وقد يسمى التعيوطة أو التعييطة. يبدأ العازي بإلقاء قصيدة من الشعر النبطي التقليدي يرددها شاعر العازي وهو وسط دائرة من المشاركين، حاملا السيف في يده اليمنى والترس في يده اليسرى، بينما يدور في الساحة آخذا شكل الدائرة، وتحيط به مجموعة من الرازفين. ولشعر العازي أشكال فنية عديدة، أهمها الحروف الأبجدية أو الألفية والعازي العددي والمطلق. ويمثل الشعر غرضا من أقدم أغراض الشعر العربي، ألا وهو المدح والفخر، وهذا هو العازي. سميت باسمك يا وحيد، واحد فيه ملك فريد، يفعل ويحكم ما يريد، حكمه لجمع الخلق دار، حكمه وملكه ما يزول، وتفكروا أهل العقول، وابعث لنا محمد رسول، واضح بآيات كبار، واضح بآيات تفيد، والخلق في أمر شديد، حد شقي وحد سعيد، واسمى لهم جنة هنا، واسمى لهم جنه ونار، في يوم تصريح الكتاب، واسعد من صله تاب، وتكون للفردوس دار، ويكون في عالي القصور ما بين ولدين وحور، فخ المشامي على البدور من حسنها وشمس النهار، حسنها تسب العقل، والنور ناظرها شعل كالشمس في برج الحمل، والوقت ساحي من الغبار، والوقت ساحي من الغيوم، أكثرها الدنيا هموم، تول المصايب كل يوم، والدهر والدنيا عشاق، والدهر قلاب العصور، يحدث بضيقات الأمور، مره على طيبة وسرور، والآدمي ما له خيار، والآدمي عنده نباه، وأحسن يسايس في الحياة، كل من لي يتبع هواه، في الآخرة يلقى خسار، في الآخرة يلقى خسار، يلقي بدرجات الإمام، في وقت عاذات الذمم، تلقاه زايد من البهار، تلقاه من تبدي العلوم، ما يرد حال النذل لوم، لو كان طويلين القسوم، في الضيق والحزة صغار، تميت بسم الله أقول، في الأنبياء وذكر الرسول، وامدح علي زوج البتول، حاميه أدين المسلمين، واثني كلامي على النبي، واذكرت من عمه علي، عمر وسيفه يشعلي، وفي البهنسة وسكت حنين، وامدح ترمرم في الزحام، والخيل بتقض اللقام، تسمع هند في العظام، تشهد صفوف الواقفين، قال الكهين اللي وحى عمار بن ياسر هناك، طاح الكفر بمعوجات، كانهم عواصف من عقيل، مقداد واقف اليمين، يوم اعتزى ابن الوليد، في يده سيف من حديد، مكشام قوم الكافرين، دخلت خيل العداء، ما حد من هذا وذا، حد بملبوس اكتسى، وحد بملبوس غبي، خلقات من رب العباد، حد بثوب المقدزات، واللي لبس ثوب السواد، محسوب عند الميتين، والمسلم يتكبر،